أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن في دقيقة. رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري يعلن تراجعه عن قرار الاستقالة من منصبه، وجلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث تطورات اليمن بعد اغتيال الرئيس السابق علي عبد الله صالح. المحكمة الأمريكية العليا تسمح بتنفيذ مرسوم ترامب بشأن الهجرة الذي يقضي بحظر دخول مواطني 6 دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، وعودة الحياة تدريجياً لجزيرة بالي في إندونيسيا بعد ثوران البركان. فيسبوك يطلق تطبيقاً للأطفال تحت سن 13 عاماً ويمكن الآباء من التحكم الكامل فيما يراه أطفالهم.